القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى وقت أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. سر المغنى والمعنى في رمضان. وحوي يا وحوي يستمر المغنى الأصيل والمعنى الراقي في الشهر الكريم بأغنيات الخير والبركة. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا، سهرة المغنى والمعنى، والمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وزي ما بنقول من أول الشهر الكريم والمغنى والمعنى الأصيل ممتدين في الشهر، مفيش أكرم من شهر الخير والبركة والأغنيات التي خرجت لهذا الشهر لتؤكد هذه المعاني. شهر رمضان شهر الكرم، والكرم في جميع أنواعه، العبادة والصلاة والصوم، لكن طبعا الكرم في العزومات ده حاجة تانية خالص. أيقونة الشهر الكريم الراجل ده هيجنني، يجي رمضان ويفتكرني أترك سبريس. يعني أنا جيت بالمعنى ده للأستاذة الدكتورة إلهام الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي صاحب هذه الأيقونة، والأستاذة بأكاديمية الفنون. طبعا احنا متعارف عليها دكتورة غنوة الموجي. نقول الغنوة عشان نبقى احنا بنتكلم على الأغاني. والله غنوة بابا كان بيحبه واحنا الحقيقة يعني احنا في رحابه دلوقتي. يعني والله الناس كلها بتقول لي غنوة في الشغل، في بيقول لي إلهام، في بيقول لي غنوة، فيعني ده وده، بس غنوة أكتر. يعني غنوة أكتر متعارف عليه برغم انه مش موجود في الورق الرسمي. لا لا لا، بس يعتبر رسمي في الواقع وسط الناس، يعني رسمي. طيب دكتورة غنوة الموجي، لو احنا في شهر رمضان وبنقول أيقونة رمضان الراجل ده هيجنني، الأغنية دي خرجت إزاي؟ حسين السيد، صباح، الرائع فؤاد المهندس، وطبعا صاغ كل الكلام ده كله الرائع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. الحكاية والحدوتة إزاي؟ والله هو الأغنية دي لو تبص تلاقي التلاتة معرفش كان في كيمياء غريبة كده، مع ان الثلاثه بيعملوا اعمال تانية دراميه جدا وعاطفيه جدا، لكن بمناسبه رمضان طبعا الشاعر الكبير حسين السيد هو على قد ما هو كان بيكتب حاجات يعني تبكينا وبتبكينا، لكن في جه في الـ في الـ في النوع ده من الاغاني خفة الدم ظهرت عنده وعند بابا وعند صباح. وطبعا اللي كان من الليله بقى فؤاد المهندس ده كان وقت تسجيل الاغنيه، الموسيقيين كل شويه طبعا زمان ما كانش فيه نظام تراكات والكلام ده، كله مع بعض او كل واحد يسجل لوحده والكلام ده، لا كان كله مع بعض، وكان هو تراك واحد على طول بيتاخد. فطبعا كل وفي بروفات قبليها طبعا بس ايه يعني عايز اقول لك يوم التسجيل كان في الاذاعه
غالبا استوديو 46 او 45 حاجه كده يعني. فكل شويه الموسيقيين يسيبوا الكمانجات ويضحكوا، وخصوصا لما يجي يقول بس دي، فطبعا كل روح سابوا يضحكوا. فالتسجيل اتعاد يجي كذا مره، خمس ست مرات عشان يقدروا يمسكوا نفسهم. المهندس كان يضحك بجديته الشديده. طبعا فطبعا كمل الموضوع ده. وطبعا جو رمضان بيدي ايحاء لكل الفنانين ان هم يدوا روح ده حال يعني. بيوتنا كلنا يبقى يعني السفره مرصوصه كده، بعدين ناكل طبق الفول ونقوم. قال حاجه واقعيه، كلنا بنعمل كده، نبقى جعانين جدا ونعمل المطبخ وكده. فطبعا الكلام جه مناسب لكل المصريين في الـ في الـ في الظروف دي. فطبعا الـ الروحانيه دي او خفه الدم اللي موجوده، الى جانب الروحانيات بقى في الاغاني الدينيه، لكن ايه خفه الدم وقت الفطار ولمه العيله والكلام ده، فرسم الصوره بالظبط، شايفين العيله بيحصل فيها ايه، زائد خفه الدم فيها. فاغنيه بصراحه لما بيجي رمضان وما اسمعهاش ما حسش رمضان جه. ما ينفعش. وفي اغنيه تانية حلو يا حلو برضو صباح، نفس الحكايه برضو، لما بسمعها رمضان جه بالظبط خلاص. مديريه الاذاعه، يا ترى بالنسبه لفؤاد المهندس وصباح، التسجيل كان بينهم ازاي؟ يعني الوقفه جنب بعض ازاي؟ لان برضو في اختلاف يعني فؤاد المهندس لما غنى مع سعاد حسني، يعني الاثنين تحسي ان قريبين، بس هنا بقى كانت براعة الموج ان خلاهم قريبين جدا من بعض. ما هي دي بقى براعة الكلام في الاول، واللحن طبعا بابا عمل وفسر الكلام بالظبط ايه اللي بيتقال. حتى كان النوع من التلحين فيه تعابير اكتر، يعني معبر عن خفة الدم، وهي تقول ما اعرفش يجي رمضان واخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، فتحس ان هي فيها ايه نوع من التعبير اكتر من الطرب. فايه لو لا فين السمك البوري اللي انا والسمك البوري اللي انا جايبه وتصويرها كمان في منتهى الروعه. بالظبط. انا كنت هاجي بقى لتصويرها في السؤال ده. التصوير كمان يعني لو يشوفوا اللي بيصوروا كليبات دلوقتي، التصوير ده كان رائع وراقي ومعبر جدا عن الكلمات والالحان. بالظبط. يعني حتى في كليبات من زمان، الناس يقولوا كليبات حديثه والعصر الحديث والكلام ده، لا من زمان في كليب. يعني بابا عمل اول فيديو كليب اتعمل فنجان شاي مع افتتاح تلفزيون. ده اول فيديو كليب اللي هو فنجان شاي، مش كده؟ شاي ومين قال لك تسكن في حارتنا؟ مش قال لك. وطبعا توالت الكليبات، يعني الكليبات دي حاجه قديمه جدا، مش مستحدثه يعني. يعني الحقيقه بتصور بطريقه راقيه جدا يعني. وخفيفه. وطبعا المخرج محمد سالم كان معروف طبعا، هو كان وقتها بقى المخرج الجميل بتاع كليبات وقتها. فكل الكليبات طالعه منه منتهى الروعه وجميله جدا، وما بنزهقش منها، ببقى عايز اشوفها تاني وتالت وعاشر. فزمن كان جميل يعني، ربنا يرحمهم كلهم بقى. لهم طبعا هنسمع دلوقتي الراجل ده هيجنن. الراجل ده هيجنني طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. الراجل ده هيجنني طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. يجي رمضان واخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان واخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ورماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبصير وبلاش تبصير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبصير وبلاش تبصير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان، دي نصيبتي دي. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده هيجنني. Thank you.
يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير عامل لي لوزة بالخلطة وبفتك وصنية مكرونة بس واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس طفين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي انا جاي راح فين والشربة فين هي وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دي نكبة ايدي يا اخواتي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني 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 أستاذة الدكتورة إلهام الموجي أو إحنا قلنا غنوة الموجي اللي كان بيحبه خلينا بقى غنوة لأننا إحنا قاعدين قاعدة رمضانية في البيت فنقول غنوة وعلى المغرب كده حلو حلو كانت إيه حكايتها برضو هي على فكرة دي وطنية وطنية لأن هي حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو ليليك الحلوة تجينا على الجمهورية يا حلو دي مصرنا الحبيبة ما فيهاش يعني يجمع بين الوطني ورمضان فكان ليها مناسبة حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلك جسم الدنيا بهشيش للروح مالكيش يا حلو لياليك الحلوة الزينة عالجمهورية وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدة عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدة والراية فوق قنالي منورة الليالي حبيبة ما فيهاش ايد غريبة وارضنا الحبيبة ما فيهاش ايد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلك اسم الدين بقى تتجرم مالكش يا حلو عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا وفي كل يوم جهادنا بزيد أنوار بلادنا الحبيبة ما فيهاش ايد غريبة وارضنا الحبيبة ما فيهاش ايد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو الأستاذة الدكتورة غنوة الموجي الأستاذة بأكاديمية الفنون وإحنا بنحتفل بالمغنى والمعنى الأصيل في رمضان وده طبعا أكيد بيخلينا نروح للمعاني راقية جدا الرائع الراحل محمد الموجي واللي الحقيقة محتاج يعني دراسات دكتوراه وماجستير كتيرة جدا على موسيقى الراجل ده عبقري
خلى عبد الحليم في الآخر يختم، أقدر أقول أدعية اللي قالها وتصورت كمان في التلفزيون بطريقة راقية جدا، وما بانش فيها عبد الحليم بس تصويرها كانت الحقيقة مجموعة من الأدعية الراقية جدا جدا. إزاي جات الحكاية دي؟ والله هو كان فيه طبعا يعني الطلب من بابا يعمل دعاءات وغناء عبد الحليم. الدعاءات دي على فكرة كانت بتتعمل سبحان الله، يعني كان الإلهام بيجيله بالظبط، كل دعاء ما يخلص كان عبد الحليم يسجل دعاء بابا يكون ملحن التاني بره الأوضة. يعني ايه ده في نفس الوقت؟ في نفس الوقت يا خالق الشجرة وعتوتة والساقية. 11 دعاء من أروع الدعاءات اللي بابا عملها في حياته. الله 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 ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها عروق بتنبط حياة انت اللي محيها وكل روح معجزة تشهد بسر الله. أنا استعنت بيها في رسالة الماجستير عندي والله، خدت منهم دعاء لأن ما كانش ينفع حل ال 11 دعاء. خدت يعني واحد؟ خدت والحبة في الأرض. وطبعا الواضح من الدعاءات كلها أن المقدمة والنهاية نفس متوحدة في كل دعاء. أنا عايز تحليل حضرتك. ولكن في الداخل اللحن هنا مختلف. وإيه ومش عامل يعني آلات كتير، عامل حاجات بسيطة جدا كأنه واحد بيناجي بالظبط ربنا وفي مناجاة. مش استعراض يعني للآلات، مش ما بستعرضش صوت، ما بستعرضش آلات، ما بستعرضش خالص. يا رب يا رب سبحانك يا في الأرض تجعلها شجر وصون، والحبة في الأرض تجعلها شجر وصون، والكلمة تنقال المدن تعمر وتعلى حصون، وطفل يصبح بطل يحمي الحمى ويصون، كل الوجود معجزة تشهد بسر الله
هنلاقي نادعية عبد الحليم حافظ دي بتصويرها واحنا بناكل بتبقى شغالة قبل ما تبتدي الفوازير وكان بكار زمان والكلام ده كله بتبقى شغالة يعني. هي تصويرها طبعا حديث زمان ما صورتش. زمان ما صورتش بس تصويرها لكن التصوير طبعا عبر عن عن الموضوع. كان المخرج جمال عبد الحميد صورها تصوير رائع جدا وبقينا حابين نشوف الدعاء ونسمعه حابين نحس بالروحانية فيه. أعتقد أن أي حد ما بيسمع الدعاء دي بيحس بالروحانية أكتر وبيعيش في الكلام وبيعيش في اللحن حتى عامله بطريقة إيه موال يعني بالزبط. مش عامله طب دي تفرق ايه دكتورة غنوة الموجي انه عامله بطريقة الموال دي يعني تفرق في المناجاة في الروحانية؟ اكيد لان الايقاعات برضو بتدي نوع من يعني تحس ده دنيوية دنيوية شوية بالزبط. انما الموال بيحس بمناجاة كأنك انت بعد ما بتصلي بتدعي او يعني كده بتحس ان انها دعاء مناجاة اكتر فعلا دعاء بعد الصلاة يعني الواحد يعني اي واحد منهم لو اتقال بعد الصلاة كده تحس ان دعاء من النفس بالزبط. انما لو عملت ايقاعات بقى وعملت استعراض مقامي والكلام ده هيبقى ايه مش مناجاة قوي هخش انا في حتة تانية خالص ان دي اغنية دينية لك. يا رب يا رب يا رب سبحانك يا رب أدعو يا سامع دعايا أدعوك يا سامع دعايا يا عالي يا عالي فوق كل غاية والكل لك في النهاية يا 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 رب اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر علمني ما اسمعش إلا صوت ضمير الحر خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر يا فرق بين الدعاء والأغنية الدينية ان ممكن الاغنيه الدينيه استخدم فيها الايقاعات ويعني في زي مثلا ما هو بابا عمل الرضا والنور الرضا والنور هو بس حانه الاقدار الناس بيقول انها اغنيه دينيه هي صوفيه لان هي طب ايه الفرق بقى بتتغ... هي غنتها في النص الاولاني من حياتها ربع العدويه وحتى اسمها حانه الحانه اللي هي بالمعنى البلدي الخماره البار مش حانه الاقدار لا مش اتت يعني جاءت الاقدار جاءت لا دي حانه الحانه اللي هي اللفظ العربي بتاع البار او الخماره يعني فهي اغنيه صوفيه مش
مش دينية. ففي أغاني دينية كتير فيها إيقاعات، لكن الدعاءات اللي اتعملت لعبد الحليم دي شكل تاني خالص مختلف تماما. عشان كده أنا خدتها في الرسالة عندي إنها نوع من الأغاني الدينية بتتسم بالروحانية، نوع من أنواع المواويل. كان موضوع رسالة إيه دكتورة غنو؟ كانت رسالة الماجستير، كان أسلوب محمد الموجي في تلحين. وده كان من أحد أساليبه طبعا في الغناء الديني يعني. كان من أحد أساليبه. كان الدعاء بالذات بتاع الحبة في الأرض ده كان المقام بتاعه كان غريب لحد كبير. كان مقام إيه؟ يعني مقام نهواند متصور على درجة سيكا. يعني حتى كتابة النوتة بتاعتها غريبة شوية. ووقتها أنا حبيت أتأكد، فبابا طبعا مش دارس عشان كده بتكلم خالص، هو كان موجود عشان كده أنا بقولك العبقرية بتاعته إنه إحنا عارفينه مش دارس يعني هو كان موجود. قلت له إزاي عملت؟ قال لي أنا ما أنت اللي بتدرسي دلوقتي وأنت اللي بتعملي الماجستير، خرج مني كده اطلع أنت قولي يعني إيه الموضوع. فطبعا ساعتها كلمت الله يرحمه عمار الشريعي، كلمته في التليفون قلت له بابا عامل كذا كذا، أنا كده صح ولا غلط؟ قال لي لا صح جدا. واللي عمل الموضوع ده برضه الأستاذ عبد الوهاب، بس مش فاكرة كانت أغنية إيه وقتها. قال لي اتنين اللي عملوها، عبد الوهاب والموجي. المذكرة عبد الوهاب كان بيحب الموجي جدا، واخواتي بقى الموجي الصغير ويحيى اكدوا لي الفكره. فطبعا اخذت الدعاء ده على اساس ان هو مختلف من الناحيه العلميه اكتر من اي دعاء تاني يعني. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى دينية من وجهة نظر الأستاذة بقى الأكاديمية. هو الابتهال والمناجاة واحد. يعني واحد، إنما في أغاني دينية بقى بيحبوا يستخدموا الإيقاعات فيها على أساس إن الدفوف والإيقاعات دي من سمات الأغنية الدينية.
بابا عمل نوع مشابه من الدعاءات بتاعت عبد الحليم شبه يعني زي ما تقولي اللون ده حاسه انه قريب منه الأداية بتاعت الموسيقار محمد بوجي اللي غنيها صوته يعني في ابدعته فوق الضفاف ده رائع جدا مش عامل فيها اي آلات غير بسيطه جدا ناي وفي جيتار جنبه وفي مولاي هذه ذنوبي وكل الكلام ده يعني في مناجاه اكتر من استعراض ايقاعي وآلات والكلام ده هم 30 دعاء كانوا مطلوبين منه في الاذاعه في حاجه في رمضان في رمضان برضه هم 30 دعاء كل الدعاءات اللي اتغنت دي كانت في رمضان كلها يعني هو كانوا مطلوبين منه طب انا عايز اعرف ازاي اختار الكلمات يعني اصلها برضو كلها ان 30 دعاء في رمضان موضوعات كلها مختلفة جدا فبرضو خدت منك موضوعات مختلفة طبعا هي ده برضو الجمال في الدعاءات ان كل دعاء بيوصل لك فكرة بيوصل لك احساس معين بيوصل لك موضوع انساني موضوع انساني جدا ان احنا نمشي بده زي تعاليم دينيه بالزبط. داخل الدعاء فده من دي حاجه جميله جدا يعني احنا هنسمع له دلوقتي كذا دعاء الحقيقه نحاول نربطه ببعض عشان ناكد المعنى ده والموجة أوتار قانون
أنغام تشوفها العيون، أنغام تشوفها العيون، يا ما بتبدع في ملكك وتقول له كن فيكون. يا رب يا أستاذة الدكتورة غنوة الموجي، وإحنا معاكي في الشهر الكريم والمغنى والمعنى الديني للموسيقار الموجي، هو كمان غنت له مطربات وغير عبد الحليم كتير أغنيات دينية، نجاة ووردة وزينب يونس محمد ثروت. ما كل دول ليهم مناسبات مختلفة. يعني الدعاء بتاعت نجاة ووردة دي كانت لرمضان برضو. اللي غنيت ورده اسمه سبحان الله، البدايه كانت دايما سبحان الله. فدي الدفوف باينه فيها قوي برضو. يعني مش مناجاه قوي زي عبد الحليم. يعني دي فيها شويه ايقاع فمختلفه شويه، لان مش معقوله هيخلي كله نفس لازم بينوع برضه، بحب التنويع. يعني نجات هي اللي كانت مناجاه اكتر. حاسه ان صوتها يمشي مع المناجاه ده. ورده صوتها يعني مرح شويه، فالمناجاه في صوتها يعني هتبقى مش يعني خفه الدم اللي في صوتها. لا ان هو دي على فكره عبقريه الموجي، ان هو بيعرف كل واحدة أو مطرب يغني أنهي نوع، أنهي نوع مناسب لصوته. فوردة لقاها مريحة فيزود إيقاعات، يزود آلات، مناسب لصوتها. نجاة المناجاة عندها عالية جدا. فطبعا ادالها نفس النوع القريب اللي غنى منه عبد الحليم. يعني زينب يونس صوتها قوي جدا، فبرضه ادها بطريقة يعني فيها طبقات الصوت العالية. يعني ده كان في الليالي المحمدية. الليلة المحمدية اللي كانت بتتعمل في الإذاعة. لا كانت بتتعرض على المسرح. المسرح بس الإذاعة كانت بتنتجها. الإذاعة والتلفزيون كانوا بينقلوها. فطبعا هنا في مسرح. في استعراض إلى حد ما، في راقصين موجودين. مش رقص طبعا. يعني رقصة تعبيري كده. فطبعا ده مش هينفع فيه مناجاة خالص. ده نوع تاني. مسرح. عشان كده هنا بيبقى في استعراض آلات، في قاعات تكون واضحة. بقى في طبقات صوتيه، وده كله بيعمله موجي من غير دراسه. هو كل اللي بيعمله بيحس بالكلام قوي، يعرف الظروف اللي الاغنيه هتتعمل فيها، فبيدي بقى ايه احساسه كله وتعبيره كله حسب الكلام، حسب الظروف بتاعت الاغنيه. المناسبه ايه برضو، المناسبة بتفرق طبعا. يعني الحج غير الليله المحمديه غير رمضان. كده يعني. قبل العذاب
كل الشكر في نهاية السهرة للأستاذة الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الرائع محمد الموجي والأستاذة بأكاديمية الفنون والتي أبحرنا معها في موسيقى الموجي الدينية. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.